الضغط من الأسعد النويوي، كرة المنتخب الوطني التونسي، تمر الكرة داخل المنطقة والتصويبة والهدف، والهدف من وسام يحيى. وسام يحيى يستغل خطأ في دفاع المنتخب البيروفي ويسجل أول أهداف المباراة في 44 دقيقة من الفترة الأولى. وهذا اللي حكينا عليه، هذا اللي حكينا عليه، انه لاعب يعني ارتكاز كما نقولوا، لاعب وسط ميدان. قلنا انه وسام يحيى كل مره قاعد ياخذ في الكوره، سيستم المراوغات قاعد يعطي في الكرات الثمينه. شوف كيفاش ضغط الكوره عند النويوي، ما تحكمش فيها، لكن يجي وسام يحيى من خلف يضغط على حامل الكوره، يفتكه بتسديده ممتازه جدا لغلط حارس المرمى. وسام يحيى بصراحه من مقابله الجابون قدم اداء ممتاز، هو والسايحي في الخطه هذه زوج لاعبين ارتكاز امام التراوي قادرين انهم يعطيوا نفس اخر للمنتخب. هذاك علاش قلت انا الضغط العالي على حامل الكره قادرين ان نكونوا اقرب لمناطق المنافس وان نحدثوا الفارق. المشكل الكبير انه